معنا عبر الهاتف من جدة الدكتور فيفيان وهبي استشارة التغذية. مرحبا بك معنا دكتورة فيفيان. لا أدري إن كنت استمعت إلى التقرير قبل قليل يحذرنا من تقريبا معظم أنواع الأطعمة اللذيذة. ما الحل برأيك؟ ما هي الأطعمة اليوم المسموح بها للحفاظ على صحتنا؟ هلا مثل ما قلت هي أطعمة لذيذة، لكن أكيد خطورتها كبيرة على الجسم عن تناولها بإفراط. لكن إذا أنا تناولت أي صنف من الأغذية لكن بكمية قليلة وأنا حياتي بشكل عام صحية، أكيد حكون عم بتجنب الخطورة. اللي لازم نحن نلجأ له أكيد يكون أكلنا قريب للصحة أكثر، يكون عندي نظام غذائي صحي كخضار كفواكه. كل ما لوننا بأكلنا وخاصة بالخضار والفاكهة، كل ما كان عندي فرصة النجاة من الأمراض اللي الخبيثة أكبر، يعني المواد المضادة للأكسدة أعلى، عم تعطيني مناعة أعلى لجسمي وعم تحميني أكثر. فنروح على الخضار والفواكه ونروح على الأشياء الطبيعية، نبتعد عن الأشياء المصنعة والمهدرجة والزيوت المهدرجة أو الأشياء اللي لها إضافات. اسمحي لي أسألك هون دكتورة، يعني بالتقرير اللي سمعناه قبل شوي، الطماطم المعلبة، الزيوت المهدرجة، منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم، كسرة الكالسيوم عفوا، اللحوم المصنعة وأيضا الدهون المشبعة. أريد أن أستوضح منك جزئية الدهون المشبعة وغير المشبعة، أيهما الضار وأين توجد الدهون المشبعة أو الدهون غير المشبعة؟ الدهون الغير مشبعة هي اللي بتفيد جسمنا، بتزبط لي مستوى الكوليسترول بالجسم وبتحمي الجسم، اللي هي مثل موجودة عندي بزيت الزيتون، بزيت النباتي، بالمكسرات النية، حتى بالأسماك الغنية بالأوميجا 3 اللي هي جدا تشتغل كأنتي إنفلاماتوري، مضاد للالتهاب، مضاد للالتهابات والبكتيريا وغيره. أما بالنسبة للمشبع يلي هو بتكون الدهون مثل اللحم الحمراء، يلي كمان كثير دراسات، يعني الدهون الطبيعية الموجودة في اللحم، الموجودة في السمك، الموجودة في الدجاج، صحيح هذه غير ضارة طبيعية. اللحم هي الضارة، اللحم الحمراء هي الضارة، ولكن يعني تتراوح نسبتها بين اللحم والدجاج والأسماك، هي أقل شيء فيها دهون. وعندي كمان الدهون المهدرجة اللي بتجي كمان موجودة مثل الدونات الكرواسون وهيدي الأشياء، اللي كمان جدا خطرة على الجسم لأنه في مواد عم تتغير وكل شيء غير طبيعي عم يأذينا. السمن النباتي أو الحيواني أيضا يعد من الزيوت المهدرجة دكتورة؟ كمان ايه، بس السمن الحيواني بيكون اقل ضرر لانه موجود اوريدي، موجود بالحيوان، يعني شيء طبيعي منه مصنع. كل شيء كان طبيعي بيكون افضل ما يكون عندي اياه مصنع، بس اكيد نحن بننصح الابتعاد عن السمن والاشياء كلها المصنعه. شكرا جزيلا للتوضيح والمشاركة معنا الدكتور فيفيان وهبي استشارية التغذية، متحدثة إلينا مباشرة عبر الهاتف من جدة.